السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد لينا النهاردة، بنحضر فطار اليوم الثاني في رمضان. النهاردة هنعمل بإذن الله صينية البطاطس بالفراخ المشوية أو فراخ في الفرن. أنا بالنسبة لي هي فراخ مشوية لأنها تتبيلة الفراخ المشوية، متبلة تتبيلة الفراخ المشوية، تمام؟ بس طبعا أنا صحيت من النوم لقيت المدام عندي عاملة الفراخ دي متبلاها من إمبارح وحطاها تمام التمام مجهزاها في الثلاجة، وقلت أنا هساعدهم. أنا اللي هحضر النهاردة الفطار، بس انا هعمل ايه، قطعت البطاطس بتاعتي تمام، ورصيت البطاطس بتاعتي في الفرن. طبعا انا قاطع البطاطس بزياده لان هعمل نوع ثاني، هعمل بقى من البطاطس الزياده دي تمام سلطه البطاطس، تمام، يعني حاجه كده اكله تشيكيه بيقولوا عليها برامبوري. والفراخ بتاعتي المتبله هي تمام، انا رصيت البطاطس بتاعتي، الفراخ بتاعتي فرخه، في ناس بتقطع الفراخ نظام 4 في 4 تمام، وفي ناس بتتبل الفراخ. طبعا ما دام عندي متبله الفرخه كامله زي ما هي تمام، التتبيله بتاعتها تحفه صراحه تمام، هي تبقى تقول لكم التتبيله انا خدتها منها على الجاهز ميرسي يلا. تمام. ف الفراخ حطيتها على البطاطس بتاعتي في الصينيه تمام، وادي التتبيله بتاعتها دي، ميه التتبيله هرشها تمام اهي على الفرخه بتاعتي. في ناس بتحط زيت، انا ما بحطش زيت، ما بفضلش احط زيت، انا بفضل ان هي تبقى كلها كده في بعضها تمام، التتبيله مع الفراخ على البطاطس زي ما هي تمام، وهحطها في الفرن بتاعي. طبعا انا مشغل الفرن بس خلي بالك برضو محمد، في انواع تتبيلات لازم برضو الفرخة يكون حاطة عليها زيت برضو. ماشي، بس هي يعني ايه حسب برضو ما هو عايز. في ناس بتحط زيت، في ناس بتحط سمنه تمام في التتبيله، سمنة سمنه ازاي دي؟ سمنه بلدي مع زيت تمام، تمام. ممكن برضو. استنى واحدة بقى عشان انا مولع الفرن بتاعي، وادي الفراخ اهيت تمام، هحط الفراخ في الصينيه في الفرن تمام، هي هتاخد ساعه الا ربع درجه 180 لغايه لما الفراخ تتمر كده وتدي الشكل بتاع الفراخ المشويه بالظبط تمام، والبطاطس هتبقى مسلوق نظام مطبوخه ني في ني من التتبيله نفسها تمام. طبعا. ده كان الشكل النهائي للبطاطس بتاعتنا، الفراخ المشويه على البطاطس في الفرن تمام. بالمناسبة أنا معلش أنا آسف، أنا نسيت أقول لكم التتبيلة. أنا قلت لكم إن التتبيلة المدام هي اللي كانت عاملة التتبيلة تمام، فلا يفتى ومالك في المدينة، تمام ياه. فالمدام هي موجودة وهي اللي بتصورني، فهي اللي هتقول لكم التتبيلة كانت إيه بالظبط. طبعا عشان احنا هنحط تحتها بطاطس، فعملنا 2 طماطم مع طماطم بصلاية صغيرة مع البصلة الصغيرة، مع معلقة فلفل اسود معلقة فلفل أسود، مع معلقة ملح صغيرة طبعا، معلقة وفلفل ملح اسود صغيرة، صغيرة، معلقة صغيرة، وفلفل أسود صغيرة، وحبة جنزبيل صغيرين، معلقة جنزبيل صغيرة، وفص ثوم واحد وفص ثوم او واحد فصين اللي يحب الثوم زيادة، بس انا حطيتها تمام. ده كله هيتضرب في الخلاط، وجنزبيل والجنزبيل ده كله يتضرب في الخلاط ضربناه في الخلاط وتبلناها من بالليل على من معلقة، بالليل، على ايه، 3 معالق ايه، خل. 3 معالق خل، وطلعت لنا تمام الفراخ بتاعتنا بالشكل دوت. طبعا يا استاذ محمد، احنا مش شيفات يعني، بس ايه، احنا بنحاول، ايه رأيك في الناس اللي دايما تلفت كده ويعملوا انهم عارفين نفسهم كل حاجة؟ و تمام يعني الخطأ موجود يعني في كل حاجة، والواحد بيحاول يجتهد على قد ما يقدر. بس في مثل برضو بيقول لك ايه، يموت العالم وهو بيتعلم. طبعا طول عمرنا هنفضل نتعلم، طول ما احنا عايشين لازم بنتعلم، قولها تاني كده بقى. طول ما احنا عايشين بنتعلم، طب بعد كده انت بقى لما الواحد يقول لك على حاجة لازم نتعلم منها. تمام، كل قول سنة بقى وانتم انت المثل ده بالله عليك عشان يموت العالم وهو بيفضل يتعلم. تمام قول. كل سنة وانتم طيبين، واللي عجبكم اللي عجبتكم الفراخ بتاعتنا في البطاطس في الفرن، دوس لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس، ولا ولا إله إلا الله محمد رسول الله.